Ciao a tutti, buongiorno, buon salve a tutti. النهارده حابب اوريكم حاجه جميله قوي من معلم روما. يمكن الناس بتيجي كلها من العالم عشان تيجي تشوف حاجه هنا في ايطاليا. لما حد بيقول ايطاليا بيقول على طول الفاتيكان. فهنشوف النهارده الفاتيكان، هنشوف بلد الفاتيكان، وهنشوف لابازيليكا دي سان بيترو. ورانا هنا هو اسمها بياتسا سان بيترو، ميدان القديس بطرس، من اقدم الاماكن ومن اجمل الاماكن. فيها شغل كتير جدا، وفيها ممكن يتعمل عليها حلقات، وممكن يتعمل عليها دروس كتير قوي. لكن دلوقتي هنشوف مع بعضينا الكنيسه من جوه او الميدان، ويا رب تعجبكم. ادوب تشاو. ده احنا هنا النهارده في مدينه الفاتيكان، شتاة الفاتيكان، وهنا السور بتاعها. خلينا مع بعض نخش ونشوف اللي هي بياتسا سان بيترو. زي ما انتوا عارفين الفاتيكان يعتبر من اصغر البلاد، انها بلد ليها الجنسيه بتاعتها، وليها الحاكم بتاعها اللي هو البابا فرانشيسكو، ليها الحكومه بتاعتها، ليها اللي ماسكينها. يعني من اصغر البلاد او اصغر بلد، لكن هي من اقوى البلاد. يعني كل دي الفاتيكان اللي هي في السور بتاعها ده. بلد فعلا ما تعديش شارع عندنا في مصر بالناس اللي فيها. هي كل روما اصلا صغيرة بالنسبة لينا عندنا. يعني مثلا شوبرا يمكن اكبر من اكتر عدد سكان من روما. هنشوف دلوقتي، خش طبعا هتلاقوها اكيد زحمة جدا، وربنا يستر. خليكم معانا بقى. Ecco, stiamo arrivando per arrivare alla piazza San Pietro. Poi sicuramente ci sono dei controlli da fare. هنخش لازم تعمل لك كنترول وتفتيش وحاجات جميلة كتير. هنا زحمة النهاردة أكيد، ربنا يستر نعرف نشوف حاجة. واو، كل ده طابور عشان تخش كنيسة. بس questa è la piazza San Pietro. دي المسلة. زحمة تو ماتش. دي كل ده الطابور اللي عايزين يخشوا البازيليكا. طبعا برافنت زحمة. Regarde, là il y a que la boutique.
اهو قدرنا نعدي الطابور الرهيب دوت. دلوقتي داخلين على كيزا او بازيليكا دي سان بيترو، من اقدم الكراسي او من اقدم الاماكن الموجودة ده هنا. بص الفاتيكان، ولو لاحظتوا يبقى في الحكومة بتاعتهم مختلفة شوية او اللي ماسكينها مختلفة شوية. قدرائية القديس بطرس كده، لان احنا كنا هناك. الطابور الجميل ده اللي هناك. الجو النهارده شويه مغيم بس لذيذ يعني. دي القدرائية من بره. اطلع واحدة واحدة لجواردي سويسرا. ده هنا الفيا كروتشيس. Eventuali controlli a nuovo. Saliamo sopra. Salalem, salalem. هنا احنا عندنا لا بازيليكا، الكنيسة القدرائية، تومبا دي جوفاني باولو سيكوندو، لا جروتا فاتيكانا، الموزيو ديل تيزورو. وهنا الباب لوحده اصلا تحفة معمارية، تحفة تحفة فنية جميلة جدا. هنا برضو نفس الكلام. بيحكي قصة الكنيسة أو قصة الكنيسة في روما. Thank you. أهي بقى ال هي محتاجة ساعات عشان تجيب كل ديتالي موجود وكل حاجة موجودة فيها وكل تحفة معمولة فيها. هنا فنيين اشتغلوا فيها كتير، اسماء كبيره جدا. التمثال اللي هروح له ده من اشهر الحاجات اللي موجوده في العالم، ويمكن يعني Cappella della Pietà.
quella di Michelangelo. Move farther away. Okay. Thing doesn't want to. Yeah, doesn't want to. Angelo. Pentame Angelo. I'm gonna be out here in a second, buddy. See you later. Questa sarebbe la coppola della verità, la coppola della pietà, commissionata da Michelangelo per la tomba del cardinale. ما حدش زحمة جدا قدام ستا كوبلا ديلا بيتا. ماما ميا. للأسف ما عنديش معلومات كتير قوي أقولها لكم هنا، يعني هنا محتاجة دراسة كاملة، يعني كمية حاجات رهيبة. هنا في مقابر اباء الباباوات القديمه، يوهنس الثاني. للأسف ما ينفعش الكابلان ساكرامنتو، ما ينفعش من غير تليفون، ما ينفعش من غير أي حاجة. هنا لما نخش حتى نخش مش هينفع أوريكوا حاجة للأسف. هي جميلة جدا، برضو في زي قبر بابا من البابات الموجودة، جورجيو تريديتشيزيمو.
altare di San Girolamo, sotto l'altare, تحت الألتار تحت المسبح من 2001 sono custodite all'interno un'urna di cristallo del Papa Giovanni Paolo XXIII اللي هو كان من1998 fino al 1963. Poi inizia a spiegare la decorazione, il mosaico, Gimnin, quello da. Cardinale Giorgio من الحتة دي مقفولة خالص اقدر اشوفها بس من بره نكمل هنا نخش في قلب الكاتدرالة بازيليكا هنا سان بيترو قديس بطرس وحياة قديس بطرس هنا هنا ده المسبح طبعا ممنوع حد يخش ناحيته مقفول خالص هنا في مدفن القديس بيترو القديس بيتر القديس بطرس لا تومبا دالابوستولو بيترو مهما لفيت ومهما عملت مش هجيب لك كل حاجة موجودة هنا محتاجة العين البشرية بس اللي تقدر تشوف كل حاجة ولا كاميرا ولا فيديو ولا محتاجة فيديوهات كتير قوي عشان اجيب لك كل اللي موجود هنا نمسك حتة حتة كل يوم يعني من الفن وفي حاجات اصلا مش موجودة لازم نخشها من الحتة التانية ودي بتبقى تحف فعلا فنية بتاعت ميكيلانجلو بتاعت ليوناردو دافينشي وعالم مع يعني ده المكان مقفول عشان يفتحوه بس في ال في الاداديس و
نكمل الناحية التانية كده. احنا يعتبر نص الكنيسة يعني، كل ده ولسه نص الكنيسة او مش يعني تلات ارباعها، شفنا لحد ما كتير او منها في الجزء التاني ان هو الجزء السنتر الشنترالي، وبعد كده ديسترا وسينيسترا. احنا معنا بارت ديسترا. adesso facciamo quella la parte sinistra. هنا بيعملوا على طول يعني ترميمات، بيخلوها دايما احسن حاجة. هنا بيعرفوا يحافظوا قوي على التحف اللي عندهم. وعلى فكرة هنا ال 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 الدخول مجاني مش بفلوس، يعني اي حد عايز يخش ممكن يخش، ملوش دعوه باي حاجه، ما بيبصوش انت لابس ايه. طبعا لو ما يعني في احترام المكان، ما ينفعش حد يخش بلبس غير محتشم، بس لو واحده حتى داخله محجبه منقبه ما بيقولهاش حاجه، بتخش عادي من غير ولا مليم. في هنا في القدريه كلها ما عدا بس الا كوبولا هنا بفلوس. بس دي عشان بيدفع فلوس فيها كتير قوي عشان يحافظوا عليها. sacristia. زي ما قلنا الساكريستيا. البوابات يبتدي من سان بيترو، هنا ده مكان الاعتراف، بيقول لك لكل حاجه اللينجو بتاعتها، حتى هنا ايطاليانو. بتشوفوا هنا، وعشان الحاجه تبقى سريه على قد ما يقدروا بيبقى قاعد هو. وهنا في هنا زي مكان كده ما بيشوفش اللي قدامه، بس بيسمع منه عشان يبقى اعتراف كله في السر. يعني هو الاب الكاهن او الراهب ما يشوفش مين اللي بيعترف، يكون على حريته يقول اللي هو عايزه. الحته دي ملونه شويه جزء طبعا كل كوادرو من هنا او كل تمثال او كل حاجه موجوده
لها معاني كتير، دي فعلا محتاجة وقت كبير جدا عشان تتشرح. وبعدين في زي ما قلنا في حاجات كتير جدا للبابات، يعني المدفونين هنا او بيمثلوهم، وكل بابا وقصته واللي حصل في تاريخه واللي عمله. في بابات كتير جدا عملت حاجات كتير، زي بابا غرغوريوس اللي غير التاريخ، بقى التاريخ الميلادي اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي، ده حاجة معمولة في التاريخ، ده تاريخ، ده ملوش دعوة بالكنيسة او بالديانة. فكل بابا وليه تاريخه، بيحاولوا يمثلوه بالتماثيل اللي احنا شايفينها دي. هنا بيو، البابا بيو العاشر، طبعا هنا اغلبيته لاتينو، فلاتينو انا ما اعرفش حاجه فيه الى حد ما، حاجه بسيطه جدا. عشان الكنيسه زمان كانت اغلبيتها لاتينو، وحتى لغايه دلوقتي الرهبان والاسس في ايطاليا او في الكاثوليك هنا بيدرسوا اللاتينو، بالذات اللي من الريتو لاتينو او من الكاثوليك اللاتين. نشوف هنا من الناحية التانية، يمكن في حاجات ما شفناهاش. المكان محتاج فيديو على الأقل ساعة، يعني مش الوقت ده، بس نحاول قد ما نقدر. كان تحفة، يعني كل مرة باجي أكني أول مرة بشوف حاجات جديدة. جيتوا كتير جدا، بس كل مرة بتحاول تفهم وتشوف حاجات أكتر، ويبقى أجمل ما بتيجي مع جويدة توريستيكا، إنك بتيجي بيقولك كل حاجة، بتفهم حاجات كتير جدا. بس لو جويدة توريستيكا شاطر حابب الحاجة ديت، فتلاقي هنبتدي نخرج هنبتدي نخرج دلوقتي. هنا المارتري، مارتري يعني شهيد، حصل زمان مع البابوات، يعني دخلنا من هنا. وهنخرج من هنا. يا رب يكون عجبكم. مكان جميل. ازيك يا شباب؟ خرجنا هنا دلوقتي اهو من الكنيسة. يا رب يكون عجبكم المكان ده. نحاول نوريكم اماكن تانية كويسة حلوة زي دي.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم اعملوا شير ليه، عرفوا الناس سحر روما وحلاوة روما، ونتقابل ان شاء الله في الحلقة الجاية مع بعضينا وانتوا ومع مكان جديد، نشوف لو نقدر نوريه لكم او درس جديد. وتشاو توتي.